أسعد الله مساءكم. غموض ووضوح، حرب أو لا حرب، تناقض مقصود ومدروس بعناية، صاغ به أمين عام حزب الله خطابه الذي تابعه العالم بأسره عصر اليوم، طارحا بذلك الغموض المزيد من التساؤلات إلى جانب العديد من الرسائل الموجهة للصديق وللعدو. وفي قراءة سريعة للخطاب يمكن تسجيل ما يلي: أولا، إن أولوية خطاب نصر الله هي وقف الحرب في غزة وليس الانخراط في حرب شاملة. ثانيا، الحرص على عدم تحميل إيران أو حزب الله مسؤولية عملية طوفان الأقصى. وثالثا، نفي تقاعس حزب الله عن نصرة حماس وغزة بإظهار حجم المواجهة التي تخوضها المقاومة في الجنوب والقابلة للتطور. ورابعا، رهن الانخراط في حرب واسعة بالسلوك الإسرائيلي في غزة وتجاه لبنان. وخامسا، بتهديده الأساطيل الأمريكية في البحر بقوله أعددنا عدتها، ما يفيد بأن المقاومة عززت إمكاناتها حديثا بأسلحة أكثر قدرة وتطورا. وفي الوقائع، صحيح أن كلمة السيد نصر الله لم تشعل الجبهة في الجنوب، لكن اشتعلت أجواء ضاحية الجنوبية وبعض المناطق برشاقات الرصاص لدى انتهاء الخطاب، وتبع ذلك مسيرات آلية لأنصار حزب الله في شوارع العاصمة. أما في الجنوب، وبحسب مندوبنا رامي ظاهر، ظل الهدوء النسبي مخيما على امتداد الخط الأزرق اليوم قبل وبعد خطاب نصر الله، باستثناء بعض المناوشات المحدودة، وسجلت حركة ملحوظة بعيد انتهاء الخطاب في القرى الحدودية بعد جمود منذ يوم أمس. وعلى الضفة الإسرائيلية، كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يجهد لإقناع بنيامين نتنياهو بالقبول بهدنة 12 ساعة على جبهة غزة للتخفيف من الضحايا المدنيين وإدخال المساعدات ولا سيما المحروقات إلى القطاع، خصوصا في ضوء استياء الرئيس بايدن من مجازر نتنياهو واشتداد الغضب العالمي حياله. وكان بلينكين الذي شارك في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي في تل أبيب اليوم قال: من المهم اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة. ونقلت وسائل أعلام عن وسطاء على تواصل مع حركة حماس بأن الحركة وافقت على صيغة يحملها بلينكين، مقترحا هدنة مؤقتة ل 12 ساعة قابلة للتجديد مقابل الإفراج عن معظم المحتجزين الأجانب. مؤشرات خفض التصعيد أو ضبطه لم تقتصر على التصريحات الأمريكية، بل وردت في موقف للكريملين نفى فيه المزاعم أن فاغنر تعتزم تزويد حزب الله بمعدات دفاع جوي، كما كانت وول ستريت جورنال قد أعلنت سابقا. وفي لبنان، تذكير من وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو بعد لقائه رئيس الحكومة بأن لبنان يمكنه أن يعتمد على صداقة فرنسا، معلنا تقديم دعم للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل، لأن استقرار لبنان أساسي للبلد والمنطقة وبالنسبة لفرنسا. البداية من خطاب السيد نصر الله: بدأنا العمل في هذه الجبهة، وأمر هذه الجبهة وتصاعدها وتطورها بأي اتجاه معين مرهون بأمرين، بأحد أمرين أساسيين. الأمر الأول مسار وتطور الأحداث في غزة. هذه الجبهة هي جبهة تضامن، هي جبهة مساندة لغزة، ولذلك تتطور وتتحرك على ضوء الأحداث هناك وما تقتضيه حقا طبيعة الأحداث والتهديدات والتطورات هناك. والأمر الثاني الذي يتحكم بجبهتنا اللبنانية هو سلوك العدو الصهيوني اتجاه لبنان، وهنا مجددا أحذره من بعض التمادي الذي طال بعض المدنيين فقضوا شهداء، وهذا سيعيدنا إلى المدني في مقابل المدني. في كل الأحوال، مسار سلوك العدو اتجاه لبنان هو أيضا يتحكم بجبهتنا. أنا أقول بكل شفافية وصدق ووضوح وغموض، وغموض بناء أيضا، أن كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة. تبيك الصلاة، تبيك الصلاة، تبيك الصلاة، تبيك الصلاة، تبيك الصلاة،
أن كل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات. يجب أن نكون جميعا مهيئين وجاهزين وحاضرين لكل الاحتمالات والفرضيات المقبلة. كيف انعكست كلمة السيد نصر الله على الميدان في الجنوب؟ ومن هناك ينضم إلينا مباشرة الزميل رامي ظاهر. رامي، مساء الخير بيير، مساء الخير لجميع المشاهدين. نعم رامي، كيف تبدو الصورة بعد خطاب السيد نصر الله على الحدود الجنوبية؟ بيير، يعني بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، يعني الهدوء يعم معظم المناطق على الحدود اللبنانية الفلسطينية، باستثناء يعني بعض الاعتداءات الصهيونية بالقطاع الغربي وتحديدا بالناقورة على المشعب ورميش، وأيضا كمان حسب المعلومات المتداولة إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع المنارة. وبعد هذه الأحداث منذ الساعة 5 تقريبا وبعد خطاب الأمين العام لحزب الله، الأجواء هون هادئة نسبية، مثل ما عم نشوف هدوء كتير كبير بهيدي المناطق. عادت الحركة تدريجيا على معظم مناطق يعني المحاذة للحدود اللبنانية الفلسطينية من القطاع الشرقي، القطاع الأوسط والقطاع الغربي، وأيضا فينا نقول أنه فتحت المؤسسات التجارية، بعض المؤسسات التجارية أبوابها، وصار في حركة نشطة خاصة بعد تطمينات الأمين العام لحزب الله أنه لن يكون هناك مواجهة كاملة بهذه المنطقة. وأيضا خليني شير بيير أنه بس باستثناء الطيران التجسسي الأمكا اللي ما عم بفارق هذه المنطقة يعني منذ ليل أمس وحتى هذه الساعة، وكل ذلك أتى بعد هذا الخطاب. والهدوء يعم كما ذكرنا معظم المناطق في هذه إن كان على الحدود أو حتى بمناطق، يعني حسب المعلومات كان هناك يعني اعتداء أو الطيران يعني التجسسي وصل لمناطق البقاع الأوسط وأيضا يعني بمناطق البقاع الغربي، ولكن بهذه الأثناء ليس هناك أي أصوات، لا قذائف ولا أي اعتداءات صهيونية بكل هذه المناطق. شكرا لك رامي. في المواقف الإسرائيلية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد كلمة نصر الله قال: أتوجه لأعدائنا على الجبهة الشمالية ولا تخطئوا تجاهنا، لأن ذلك سيكلفكم غاليا ولا يمكنكم حتى أن تتخيلوا. بدوره قال متحدث باسم البيت الأبيض إن على حزب الله ألا يحاول استغلال الصراع الدائر في غزة، وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن ترى هذا الصراع يمتد إلى لبنان. وفي غزة، الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر والقسام تشن سلسلة من العمليات. في اليوم 28 من الحرب الإسرائيلية على غزة، مزيد من المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه مدخل مستشفى الشفاء في غزة بصاروخ أصاب موكب سيارات الإسعاف الذي يقل مصابين قبل تحركه باتجاه معبر رفح، ما أسفر عن عدد من الشهداء والعشرات من الجرحى. وقد قصفت طائرات الاحتلال مصابين كانوا يتوجهون لمعبر رفح أملا في تلقي العلاج بالخارج، مع خروج معظم مستشفيات غزة عن الخدمة بفعل القصف الإسرائيلي. وقال المدير العام للمستشفيات إن قوات الاحتلال قصفت قوافل سيارات إسعاف 3 مرات، كما قصف الاحتلال محيط مستشفى القدس جنوب غرب مدينة غزة، كما استهدف طيران الاحتلال أيضا المستشفى الإندونيسي. كما قصف الاحتلال محيط مستشفى القدس جنوب غرب مدينة غزة، كما تعرض نازحون فلسطينيون لقصف إسرائيلي على طريق الرشيد الساحلي في قطاع غزة المحاصر. وتعرض المعهد الفرنسي في غزة لقصف إسرائيلي، وقد طلبت فرنسا من إسرائيل توضيحات وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية، التي قالت أنه لم يكن هناك أي موظف أو مواطن فرنسي داخل المعهد. كتائب القسام أعلنت أنها شنت سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال المتواخلة في القطاع،
في وقت أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 ضباط خلال الاشتباكات، ما يرفع عدد قتلاه المعلن منذ بدء التوغل البري إلى 24. وبالتوازي مع التوغل البري، وصل جيش الاحتلال قصف الأحياء السكنية، ما أسفر عن العديد من الشهداء، وكانت حصيلة العدوان قد ارتفعت أمس إلى 9061 شهيدا، معظمه من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 22,000 مصاب وأكثر من 2000 مفقود. وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال مقتل 338 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب. وفي الضفة الغربية، استشهد 9 فلسطينيين بصواريخ قوات الاحتلال ورصاصه، واعتقلت عشرات الآخرين خلال توغلها في جنين ومخيم الفوار بالخليل ونابلس ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. فيما أكدت الأمم المتحدة أن الوضع في الضفة الغربية يستدعي تحركا عاجلا، وأن الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار. وذكرت إدعوت أحرانوت أن إسرائيل أفرجت عن 3200 عامل من غزة اعتقلتهم بعد هجوم تشرين الأول الماضي، وأعادتهم إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم. بلينكن يدعو إسرائيل لحماية المدنيين خلال قصفها للقطاع، ويؤكد حقها في الدفاع عن نفسها. لفت وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أنه يجب على إسرائيل حماية المدنيين خلال قصفها لغزة، وذلك بعدما وصل إسرائيل لإجراء مزيد من المحادثات الهادفة إلى التوصل لوقف مؤقت للقتال لمدة ساعات للسماح بإدخال مساعدات إلى القطاع. وقبل اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوك، أكد بلينكن مجددا أن إسرائيل لها الحق في بذل كل ما في وسعها لضمان عدم تكرار هجوم 7 من تشرين مرة أخرى، لكنه أكد في الوقت عينه على ضرورة الدعوة لكيفية قيام إسرائيل بذلك. ومن المهم جدا عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين أن يتم بذل كل ما يمكن لحمايتهم وتقديم المساعدة لأولئك الذين يحتاجون بشدة إليها، والذين ليسوا بأي شكل مسؤولين عن ما حدث في 7 من أكتوبر. وكان وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى تل أبيب للضغط من أجل إعلان فترات هدنة إنسانية في الحرب الدائرة على القطاع، بعد أن قالت إسرائيل إن قواتها طوقت غزة وهي أكبر مدن القطاع. وقد أفاد وسطاء على تواصل مع حماس بأن الحركة وافقت على صيغة يحملها بلينكن إلى القيادة في مجلس الحرب الإسرائيلي. وكان بلينكن قد التقى رئيس حكومة الحرب المصغرة بنيامين نتنياهو، لكن لم يصدر قرار بعد الاجتماع بشأن المقترح الأمريكي. السي إن إن أفادت نقلا عن مصدرين مطلعين بأن غارات إسرائيل على مخيم جباليا شمال غزة أثارت استياء الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق الأمن القومي، لافتة إلى أن مشكلة إسرائيل أن الانتقادات أصبحت أعلى بين أفضل أصدقائها قبل منتقديها. وأشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين قلقون من عدم دخول الوقود إلى غزة لأغراض إنسانية، موضحة أن بايدن وكبار مستشاريه حذروا إسرائيل من صعوبة تحقيق أهدافها العسكرية مع اشتداد الغضب العالمي. وكان وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان لوكورنيو أعلن من بيروت أنه سيتم إرسال حاملة المروحيات ديكسموت قبالة سواحل قطاع غزة، وذلك لدعم المستشفيات في القطاع. وقال لوكورنيو إن حاملة طائرات المروحيات، وهي واحدة من 3 حاملات مروحيات برمائية في الأسطول العسكري الفرنسي، يتم تجهيزها لتحويلها إلى قارب مستشفى من أجل إرسالها قبالة سواحل غزة، وهذه ثاني حاملة مروحيات فرنسية ترسل إلى مياه غزة بعد أن غادرت سفينة لوتونير ميناء تولون في جنوب فرنسا في 25 من تشرين الأول الماضي، كما قال لوكورنيو. توجهت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بكتابين رسميين إلى كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقررة الخاصة لحماية حق الرأي والتعبير بشأن قضية استشهاد الصحفي اللبناني عصام عبد الله وجرح صحفيين آخرين في اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان. وتشير المراسلتان إلى ظروف هذه الجريمة النكراء وطابعها المخالف لحقوق الإنسان وبخاصة الحق في الرأي والتعبير، وتطالب المسؤولين الرافعين بضرورة تسليط الأضواء عليها دوليا والعمل على محاسبة المرتكبين. النشرة مستمرة بعد الفاصل.
أهلا بكم. رئيس مجلس النواب نبيه بري عرض التطورات والمستجدات على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان مع وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنيو والوفد المرافق بحضور سفير فرنسا في لبنان إيرفي ماكرو. وفي السراي الحكومي اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنيو، حيث تم التشديد على التعاون والتنسيق الوثيق بين الجيش واليونيفيل وتفعيل مهام القوات الدولية وضرورة إرساء الهدوء على طول الخط الأزرق. وشدد الوزير لوكورنيو على أهمية أن تتحلى كل الأطراف في الجنوب بالعقلانية والحكمة وعدم دفع الأمور نحو التصعيد والتدهور، وأكد على ضرورة إيجاد حل عاجل لقضية الرهائن في غزة والبحث في إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية. وأبلغ الوزير الفرنسي الحكومة أن فرنسا قررت إرسال مساعدات عاجلة للجيش ومن بينها معدات طبية وأدوية. رئيس الحكومة استقبل وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمان، وجرى البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان وغزة والجهود المتواصلة عربيا ودوليا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، تكون مهمتها العمل على دراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان وطلبات تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية في الأجواء اللبنانية والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي. في عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وفدا من تجمع العلماء المسلمين، حيث تم عرض الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة ولبنان. الرئيس بري أكد بحسب ما نقل عنه رئيس مجلس أمناء التجمع الشيخ غازي حنيني أن الإنجاز التاريخي للمقاومة في فلسطين في ملحمة طوفان الأقصى يعتبر تاريخا فاصلا بين مرحلتين في الصراع مع العدو الصهيوني وبداية لتحقيق الإنجاز الكبير في استعادة الحقوق السليبة للشعب الفلسطيني على حد تعبيره. استقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري في مكتبه سفيرة قبرص في لبنان، وبحث معها سبل تطوير العلاقات الإعلامية، كما جرى البحث في موضوع النازحين. أونغاريا المجر تكرم البطريرك ميناسيون وتمنحه وسام الصليب الكبير من الدرجة الأولى. منحت رئيسة جمهورية أونغاريا المجر كاتالين نوفاك البطريرك رفائيل بيدروس 21 ميناسيون كاثوليكوث بطريرك بيت كيليكيا الأرمن الكاثوليك وسام الصليب الكبير من الدرجة الأولى، تقديرا للدور الكبير والمميز الذي يؤديه صاحب الغبطة على الصعيد الإنساني. الوسام يعتبر الأعلى درجة في دولة أونغاريا، وقد قلده الصليب لصاحب الغبطة سعادة سفير أونغاريا في لبنان فرانس شيلاغ خلال لقاء أقيم قبل ظهر اليوم في مقر البطريركية في الأشرفية. وخلال اللقاء تقدم صاحب الغبطة بالشكر الجزيل من رئيسة أونغاريا على مبادرتها ومثنيا على العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين. ومن جهته نوه السفير الهنغاري بالدور المميز والكبير الذي يقوم به صاحب الغبطة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية في حماية الوجود المسيحي، وكذلك الدور الكبير الذي اطلع به على الصعيد الإنساني والاجتماعي. كما عبر وأثنى على دوره الدبلوماسي في مصالحة الدولة الهنغارية مع الدول الأرمنية وإعادة العلاقات التي كانت منقطعة تماما منذ أعوام، فكان هذا الوسام تعبير شكر وتقدير لكل هذه الأعمال الصالحة التي قام بها. أطلقت وزارة الصحة العامة مبادرة التوسع في برنامج تقديم الرعاية الصحية لإنقاذ حياة الرضع والأطفال عبر المستشفيات الحكومية في لبنان بالاشتراك مع منظمة اليونيسف وبتمويل من الحكومة الكورية وبرعاية وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض ومشاركة السفير الكوري في لبنان إيل بارك وممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بجدار. في نقابة المحامين تقديم مشروع تعديل على قانون المعوقين بواسطة النائب جورج عدوان وتوصية بتفعيل وحدة مكافحة عمل الأطفال ودعم مراكز الحماية الاجتماعية. بعد تقديم مشروع تعديل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 220 الصادر عام 2000 والمتعلق بتزويد المعوق ببطاقة شخصية
تخوله ممارسة الحقوق والامتيازات، عقد مؤتمر صحفي لنقيب المحامين في بيروت نادر جاسبار في حضور أعضاء مجلس النقابة ولجنة حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في نقابة المحامين في بيروت. النقيب جاسبار عرف التوحد وأشار إلى أهمية متابعة هذا الموضوع كون حالات التوحد دقيقة وتحتاج لرعاية خاصة. تظهر لدى مرضى التوحد صعوبة في فهم مشاعر الآخرين وما يفكرون به، مما ينعكس سلباً على قدرتهم على التعبير عن أنفسهم بكلمات بالكلمات أو الإيماءات أو تعابير الوجه. في لبنان معظم المواطنين والمسؤولين، وأنا كنت منهم، لا يعرفون معنى التوحد، وبالتالي لا يعرفون مخاطره وأضراره مستقبلاً، خصوصاً متى علمنا أنه لا يوجد مراكز لتأهيل المصاب بالتوحد ومساعدته. رئيسة اللجنة المحامية رانيا سفير شددت على ضرورة تعديل هذا القانون لوجود اختلاف بين الإعاقة والتوحد. قانون يرعى الإعاقة ويحمي المعوقين، وإنما لا يوجد لغاية تاريخه قانون يرعى التوحد الذي يختلف عن الإعاقة. المتوحد بحاجة إلى رعاية دائمة ومتابعة يومية ومستمرة. إن القانون المتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة سيساهم عند تعديله وإقراره في تخفيف معاناة الكثير من الأهالي الذين لا تسمح لهم أحوالهم المادية تأمين الرعاية، فنكون قد ساهمنا بإنصاف أولاد لم يشأ القدر أن ينصفهم. كما دعت سفير باسم النقابة النواب لدعم وتبني هذا التعديل لكي يبصر النور في القريب العاجل. نشرتنا انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.